يعطيك العافية. معنا شاب اسمه مجاهد. مجاهد كان يعاني من تساقط الشعر، كان عنده مشكلة شعره كل وقت بكت بكت، وصل لمرحلة يعني بطل في شعر، بطل شعر بالمرة. فمجاهد يحكي لنا عن تجربته في المركز الطبي التخصصي الأمريكي. تفضل يا مجاهد. جينا أول مرة هون كان عندي مشكلة في هاي المنطقة وهاي المنطقة، كان الشعر خفيف كثير. حكى لي الدكتور في بلازما، في جلسة إبر ذهبية. بلازما وإبر ذهبية وفيتامينات ومخاخات وشغلات زي هيك، مكملات وشامبو. أيوة. طبعاً أنا كنت ماخذ بلازما المركز من قبل، بس عفوًا حسيتش من كيج. يعني كمان كان عنده تجربة سابقة مع مركز آخر وما حسش بالنتيجة. عملنا أول جلسة، ثاني جلسة، بلش يبين النتائج، بلش يطلع شعر نيلير صغير. أيوة. وبرضه والتساقط خف للنص، كل ما باله بخف عليا. وبتستعمل في البيت مكملات؟ وكيف النفسية؟ أحسن. مبسوط؟ أحسن. يعني بتحب الحياة؟ معانا هون الحجة إم علي، يسعدها ويطول عمرها. كيف حالك يا حجة؟ الحمد لله، الله يسعدك. بتعاني من مشاكل ديسكات في الظهر، بدنا نسمع منها شو الدكتور بهاء عمل فيها. تفضلي حجة. الله يحيي الدكتور بهاء، يعطي العافية. ما شاء الله عنه دكتور محترم وما شاء الله شاطر، يعني أعطاني إبرة ما حسيت بوجعها. إيده خفيفة يعني وجعكيه؟ لا إيده خفيفة. وكيف حالك لسه؟ هسه الحمد لله، يعني لما كنت على جنبي كنت أتوجع، هسه كنت يعني في ما في وجع. يعني إن شاء الله بضلني هيك يعني. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يطول عمرك يا رب، يعطيك الصحة حجي. الله يخليك. الله يسعدك.